الله وسلامه عليه وعلى آله فيما لا يرضينا ومن أحق الكفر ومن هو لا يقتضي وما بدلوا تبديلا. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا واطيعوا ولا فرحانة بصحة العيد تبارك الله. اي اي اول عيد ما شاء الله. اي والله يصلح يا ربي والله يصلحك تكوني درية صالحة طولة العمر يا ربي. تبارك الله تبارك الله على خالتي وعلى القفطان ديالك اللي وجدتي الساجة. سعيد الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمنوا يا ربي بالتيسير ومغفره الذنوب والله يعتق رقابنا من النار لينا وجميع الامه الاسلاميه يا ربي. كديرين يا ربي تعيدوا وتعودوا ويدخل عليكم بالصحه والرزق والتيسير باش ما كتمنوا يا ربي. نتمنى تكونوا دوزوا هذا العيد يكون مزيان بخير مع العائله رمضان وهي ضروري رمضان يا ربي امين. هذا الشيء يا ربي اعتق رقاب جميع الامه الاسلاميه يا ربي امين. خالتي رجعت تدير خالتي يا والله يدخل مع الكاميرا بعدا تتحشم تتحشم راه شوفي هما عارفين بالعكس وراه تعزيز عليهم بهذا الطيب وبالي تقول لك انا راه شنقول للكريم شنقول لي شوف راه انا دابا انا في الكاميرا نفس السيدي ودا ما خطاكم مثلا ما كنت زعلتي وانا قلت للكريم قلت له واش ورده بحال ورده ولا شجره بحال شجره ما يمكنش سبحان الله الله فرق الشخصيات وكل واحد مريح كل واحد حشومي كل واحد حدير وكل واحد لا غتكون باقي غتكون زعيميه بحال ما معمه زعيميه غتكون بحال جداها مسكينه تيكون تشوف تقول ويلا ويلا على بنتي صافي صافي غادي عندك اختي هذا اول عيد لينا وانا مساجة وكريم حنا بثلاثه ودابا رجينا عيدنا بحدا حضر 6 صفا وربعة ولكن راه حنا بثلاثه الحمد لله الحمد لله والشكر لله بثقه بالله والحمد لله ربي رزقنا الله يسر عليكم نتوما ورزقكم الدريه الصالحه وقولوا لي القفيطين ديال بنتي السريويل القفطان اللي خيطت ليها حماتي بالرانده وبالعقيق وش سميتو هذا سميتو هذا الحزام والمجدول اختي اختي راه الناس راه تمجدوا علينا ما شاء الله اختي لبست انا وياها ماتشي ماتشي اكسر عندك ديري مع كريم تبحر شفتي كيلو تبحر بغات العز وشوف الكولون ويلي ويلي العيله والكولون
دابا تي تزيد خشيشي في دري وهو يلبس بحالو بحال با دابا تلبس بنتي تلبس بنتي بحالي تلبس بنتي بحال اللي كنت باغا بنت تبقى تلبس بحالك كريم كتشوف دوك التصاويرات تقولوا لي سي بحال هكا تقول كريم الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الله يكبر كل شيء بتاعت الله والله يرزق كل واحد الدرية الصالحة والحمد لله العائلة ضروري ديك صلة الرحم العياد والعواشر هما صافي شوفوا هذا خلاو لي هضره وداو ما شوفوا تصوقوليش لا 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 شو ما تشدوا لي اي حاجه يلا سيدي اش كنزيد لك راه مشيت يلا سير راه كان كحليب قلت لهم هاد العواشر اش تبغي لك صله الرحيم وشوف بنادم عند الوالدين ويجلس معاهم راه هادي هي الحاجه الزينه هذا هو النهار الكبير والله والله يسهل على الجميع هادشي اللي نقول الو عليكم كدايرين مع الصحه دايرين يخبارك عيدكم تعيدوا تعاودوا شفت سميتو عليكم العيد بالصحه والراحه والتيسير والهنا والله يعطيكم العوين في الغيب والله يفرحكم امين ها خالتي هيا ها خالتي هيا ها فاتحه ها فاتحة مبروك العيد مبروك العيد مبروك العيد كدايرين وليداتك تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحة والسلامة باش ما تمنيتي لاباس الحمد لله كل شيء بخير كدايرة انت لاباس عليك ياك هانية صحيحة لاباس ها ساجة لابسة قفيطة شتي وشوفي القفطة اللي دارت شوفي القفطة اللي دارت لساجة غلبتي وشوفي وماما وشوفي هي التقليد شوفي هي التقليدي وتي الرومي يلا بالي قبل ما يسالي امين لا امين امين يا امين امين هيك كان كريم مشى المحطة ومشيت انا ناخذ الصوصي عشرة في ماشي نجي خاصي ضروري ناخذ الصوصي ناكلو انايا واحد السيد انايا تيبيعو زوين صافي خليت كريم دابا قلت لي سير حماتي راه تتسنى فينا لي قال لي صافي سيري بلا ما تبقاي واقفة اختي راه صافي حماق على الصوصي ديالو بحال ما عادش دايرين ليا فيه تمتشاها بزاف عرفت وانا شحال واخده قلت لكريم جيب لي خبزه كريم شتي لي خبزه وكثر فيه الحرور ها انتوا البنات الزين لا تخلي لي عطاني نص عطاني خالتي اللي مهور لا مهور يكون زوين وكلي الصوصيطه خالتي راه مشي عجبهاش هذا الشيء ولكن قلت لها كول هذا وغير زوين وراه تدلاو يا اختي جينا ناكلوا عندك في تدلا خالتي تاكلها بشويه على والو تقول لك خالتي راه محيده المعلبات محيده كل شيء قالت لك الريجيم راه ما تاكلش عرفتي راه هي ديك نهار الحريره جيت لقيتها محيده لها محيده حكم عطيشه قلت لها شوفي خالتي انا راه اختي من في الحموريه ماما عزلات دير لي قامه تقول لي ام كريم لي قامه سالتها في حريره المسلمين تتكثر فيه كثير خسر عمول في الحريره غير عمول فامر تدي ليا المعطيش المعلم ما عداش مع كاع داروا بالعكس راه صحيه انا خالتي والله راه مزيان هادشي ايوا حنا جالسين تنضربوا في الصوصات في التاتله
ايوا عرضوا عليا اختي شي قصريه ديال الكسكسو التدلاويين، راه معروفين بوجود الكرام شي قصريه شي رفيسه شي دجاج محمر بحال المرقوق، ولا عارفه اللي كان الله يعطيكم الخير.